ده حقيقي. هذا المجلس هو عباره عن هيئات، هيئه شرعيه. الهيئه الشرعيه كلها احنا بنرجع لها. يعني نحتكر بها خلاف باي شيء، هيئه شرعيه بتحكم. وهيئه عسكريه، وهيئه ماليه مشان اغاثه الناس، مشان مساعده الناس، وهيئه اغاثيه، وهيئه سياسيه. والاسماء سجلت، راح يراها عليكم. هلا الهيئه الشرعيه، احنا في عندنا بالحاره الشيخ اسماعيل مسلوق، في الشيخ انس فريد، في الشيخ فارس. فهذول الهيئه الشرعيه. بالنسبه للهيئه الاغاثيه عندنا جنات اللاوي ومعه شويه شباب. بالنسبه لهيئه الاعلام عندنا عمر تلاوي وخالد تلاوي ومحمد طويل وربيع ومحمد تلاوي ونور الحمصي. هلا في عندنا هيئه سياسيه وهيئه ماليه، هن الداعي حديث وفاو. في عنا الكتيبة تبعت الحارة اللي هن سبيح خادم الكتيبة، سبيح شوفان، مغنى دريس، فؤاد عرب، وموفق شوفان وعزاوز. هذا الموضوع انتم موافقين عليه؟ اللي ما في يطلع يدو. هلا الباب مفتوح، اللي بده ينضم لنا، اللي عنده امكانيه اهلا وسهلا. اللي له ملاحظه، اللي له راي يجي لعنا. نميمي، احقاد، بباب اصبع معرفه، مشاحنات معرفه، الضرائب اللي شافت ملوك كلها. توكلنا على الله؟ الله يبارك فيكم.